ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثتكم في الجمعة الماضية، وكان في جملة ما حدثتكم به خبر المرأة التي قلت لكم إن الأطباء قالوا قد ماتت رئتها وماتت أطرافها، وكانوا ما زالوا يرجونها وقد دفناها. أيها الناس، هذه المرأة ماتت في هذه الأيام التي مضت، رحمها الله وسائر موت المسلمين. لما ذهبت لتعزية ذويها قيل لي، قال لي قائل وهو يتوجع ويتأسف ويحزن، المسكينة ماتت ولم تسكن دارها التي بنتها، حديثة عهد ببناء منزل، وقد أحسنت فيه ما شاءت وزخرفته ووسعته وصار من أحسن ما يسكن فيه، لكنها لم تدرك أن تسكن فيه. فقلت للذي يقول ليت شعري ما صنعت في دارها الأخرى التي لن تغادرها. أيها الناس، كل واحد منا يحب أن يكون له منزل، فإذا كان صاحب كراء دار تكرى يحب أن يصير صاحب ملك، فإذا يسر الله له شقة فيها غرفتان يحب أن يصير ذا شقة فيها ثلاث وأربع، فإذا يسر الله له يحب أن يخرج من العمارة ويسر له منزل قطعة ويبنيها، فإذا يسر الله له يحب أن تكون له فيلا، وهلما جرى الإنسان لا يشبع وهو يتمنى ليصير له ذلك الذي تمناه والذي أراده. لكن أيها الناس، كم منا يشعر ويعلم ويتحقق أن له دارين ليست واحدة، وأن الدار الأهم هي التي يأتيها لا هذه التي يفارقها. يا عباد الله، هذه الدار كما قال ربنا على لسان الرجل الصالح، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ماتت هذه المرأة وقد جاوزت 60، ولكن تما جاوز 60 و600 و6000 وتبقى. أي الدارين أولى بأن تصرف إليه اهتمامك؟ أنا مسلم، أنا ما تنقولكش هنا ما تديرش دار، دير، ولكن فكر في الأخرى خصك ديرها. بغيتي توسع هنا ووسعت هذيك، بغيتي تزوق هنا وزوقت هذيك، تما أنا غتجلس 20 عام 30، تما بقيتي. وإن الآخرة هي دار القرار، دار الاستقرار، الدار التي لا تغادر. ثم اعلم أنك تبني، كتشعر أو ما كتشعرش، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها.
فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما عشت مجتهدا، واعلم بأنك بعد الموت جانيها. هنا كتزرع أصول شجر، هذه بغيتي حمضة، بغيتي ليمونة، بغيتي أفوكايا، بغيتي خوخة، كتزرع أصول شجر غريت تأكل منها. غرس أصول التقوى، شجر التقوى غرسوا بعد الموت ستجني ثماره. يا عباد الله، اعلموا أن الآخرة ليس فيها منازل، هي فيها إما غرفة من غرف الجنة، وإما سجن من سجون النار، نسأل الله العافية. فمن عاش غافلا أحمق، لا يفهم عن الله، لا يراقب شرع الله، لا يقدر قدر ما أعطاه الله من هذا رأس المال، أعني أيام عمره، فعاش لم يقدرها قدرها، وأنفقها فيما يسخط الله، متبعا في ذلك شياطين الجن والإنس من الناعقين الذين يدعونه إلى مساخط الله وإلى ما يستوجب غضبه، حتى أنفق رأس ماله ثم جر إلى قبره مفلسا فقيرا. الآخرة دار ليست تسطح للفقراء المفاليس، ليس فيها بيع، ليس فيها عطاء، ليس فيها هبة، ليس فيها شفاعة. ما عندك والو، بغيتي تشري وخا عندك فلوس، ما كاينش اللي يبيع لك. ما عندك فلوس، ما كاينش اللي يوهب لك، ما كاينش اللي يشفق عليك. سيدي ربي تيقول لك دابا هنا، أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا بيع، ما إذا كان البيع بفلوسك ما تأخذهاش، يعني فابور أبعد لك. إذا بفلوس ما تجيكش، يعني فابور قاع ما تطمع. ولا خلة، لكن تقول لك أنا صاحب كل موت عليك، ما كاينش ما يعرفكش. ولا شفاعة، لا يشفع لك أحد ولا يشفع فيك أحد، وقد أتيت ربك مجرما. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال وهو آت. قل ما اسمعوا استغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، عباد الله، لا يلعب عليك الشيطان، لا يضحك عليك يقول لك راه تما كاينه ميمتك الحنينه غتعطيك. الا جيتي انت يا سيدي ربي بلا حسنات غتقول يا ربي اعطي لوليدي، باك الحنين غادي يقول يا ربي اعطي لوليدي. حتى واحد ما يعرفك، لا انساب. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا ينفع الوالد ولده، ولا تنفع الام بنتها، ولا ينفع الصديق صديقه، ولا يسال حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. أولاده يعطيهم. هل دابا أنت تقول غير تجي في أنا وتخلي ولدي؟ شحال واحد تيمرض وليه ولده يقول كون مرت أنا وليدي وأنت تبقى. تما تمرض أنت ويمرضوا تمرضوا ولادي كاملين، مشي ولادي كاملين غير بقى أنا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. ثم يمشي غير جوا، كل شيء يمشي جهنم غير هو يجو. كلا كلا إنها لظى، أسأل الله العافية. جهنم نزاعة للشوى، كتنزع تتقلع الجلدة. يا ربي نسألك العافية. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه تما عباد الله، اللي تفكر في الدار هنا يفكر في دارو ديالو بصح ليه. هنا شحال ما عشتي غتمشي، وتما ما غتمشي فين؟ تما بقيتي. لا تفرح بهذا الشيء اللي أعطاك الله، أعطاك الدار فيها جوج طبقات، ولا أعطاك الدار فيها لابيسين، ولا أعطاك شي، كله هادشي. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى. حسن وكتبقى أحسن. مازال بعض المرات كتقول هذه حسن دنيا حسن ولكن الآخرة لا بس شوية ما كاين بس ولكن المهم هذه كنبقى فيها. لا بحال شي واحد يقول اللهم نبقى في بارطمة ديالي عمري كله ولا تسكن في فيلا شهر ونمشي. ولكن الآخرة ماشي بحال هكا. الآخرة هي الفيلا المزيانة وكتبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أخيار منها وأبخى. روى مسلم عن المستورد بن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الدنيا في الآخرة كما يجعل إنما الدنيا في الآخرة، الدنيا إذا قصدها الآخرة، إنما الدنيا في الآخرة كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. الدنيا هي دنيتك كلها، أختي مع تديالي، أختي مع تديال الأخرين، هادشي كاع اللي خديتيه بالمقارنة مع الآخرة بحال مشيتي هنا للبحر دخلتي صبعك في البحر وخرجتي، هذاك الماء اللي بقاك في صبعك هو الدنيا كاملة والآخرة هي البحر. واش يا أيها العاقل باش تاخذ هاد الشوية اللي كيبغاك في صبعك تقول ما عندي ما ندير بالبحر عطوني غير هاد الشوية؟ واش هل يصنعه عاقل بنفسه هذا الذي يصنعه بنفسك؟ تترك الخير وتترك الأبقاء على ود هنا. واش اللي عرف هاد الشيء؟ اللي عرف هاد الشيء يمشي يدير الريمة باش ياخذ الدار، يمشي يعصي الله ولا ياخذ ديال المساكين ولا شحال يجيني الراجل يقول لي عمي دا لنا دا ديال ولاد خوه، خوه الخو مات وعم اليتامى دا لهم فلوسهم دا لهم دارهم دا لهم، ولا نمشي نقول اعطوني الربا باش نشري دار. واش العاقل يديرها؟ والمدينة ها تدفن شحال بقات محطوطة حتى القبر ما دخلت فيه، شحال بقات محطوطة خص طرق خص 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 شي أمور. هذه الدنيا، هذه الدنيا أيها العقلاء قد حذرتم وقد علمتم وقد أقام ربنا سبحانه على خلقه الحجة فلا حجة لأحد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل القبر خير بيت نعمره، واجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم انصر أمير المؤمنين محمد السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عادي نبة تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.